اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. عايزه اتكلم معاكم في حاجه كده على عجاله، وبرضو اخد راي حضراتكم وتشاركوني الراي حتى ولو بكومنتات على فيديو بتاع او لما تتصلوا بينا ان شاء الله في اثناء الحلقه. عندنا مشكله، مش عايزه اقول ظاهره لان انا ضد التهويل وضد التهوين، ولكن ممكن بيكون في مشكلة ما في المجتمع، ممكن نحاول ننظر ونعيد النظر ونشوف أبعادها إيه ونحلها. يمكن دايما في برنامجنا من أول ما بدأنا هو وإحنا داخلين على 6 سنين إن شاء الله، رب يعني إن شاء الله إن شاء رب العالمين، دايما بنتكلم إزاي ممكن نغير الواقع من واقع صعب الواقع أفضل، إزاي ممكن نحل كل أزماتنا، إزاي يكون عندنا أمل في أن تكون مصر أحلى، إزاي نشوف الإيجابيات والحاجات اللي إحنا ممكن ما نكونش بنشوفها في وسط كتير قوي من بعض التشاؤم والإحباطات. فدايما ما كانش فيه تسليط ضوء على الإيجابيات الموجودة في المجتمع، خاصة فيما بيننا يعني بيننا وبين بعض. في مشكلة بدأت أسمع عنها كتير ويمكن ما كنتش بلحظها، ولكن من المحيطين بيا ومؤخرا من خلال القضايا اللي بقينا نشوفها على السوشيال ميديا وعلى المواقع الإخبارية وفي كل القنوات اللي ممكن نقول عليها خاصة بالميديا، مشكلة الأندر إيج. إيه هو الأندر إيج؟ زي ما كلنا عارفين إن كل الأولاد والبنات الفتيات والفتيان اللي هم تحت السن القانوني، ما يعني ما قبل ال 18. في حاجة غريبة حصلت في الآونة الأخيرة في المجتمع، في السنوات الأخيرة يعني، بقت مشكلة الولاد في السن ده يعني ما اللي هم عمرنا ما شفنا ولاد في السن ده يكونوا بالسلوك دي. يعني في سلوكيات خاطئة كتيرة جدا بقينا نشوفها على أولادنا وبناتنا. استوقفتني في أن أنا بقيت أقول هو المشكلة أو العيب فين؟ عندنا حلقات مفقودة، فين الحلقة؟ يعني منين نقدر نوصل؟ ما هو الولاد دول مهما كان وهم أطفال مفروض بيتعلموا زي ما احنا اتعلمنا، وكان في أصول للتربية وأصول للتعامل وأخلاقيات معينة، فبنفضل لحد مثلا أولاد ما يكبروا ممكن السلوك يتغير. لكن لما يكونوا في السن ده ويكون السلوك شاذة وغريبة، لما نشوف يعني زي قضايا اللي بدأت نشوفها مؤخرا في المجتمع زي قضية راجح، وطبعا كلكم عارفين بدون الدخول في تفاصيل، القضاء إن شاء الله هيجيب حق وربنا سبحانه وتعالى طبعا هيجيب حق محمود البنا، ولكن راجح متكررة كتير، ليست بالظاهرة بكرر، ولكن في ده موجود بقى في عندنا. وقبل أن تنتشر وتكون أو تصل للظاهرة لازم نشوف حل وبشكل سريع في هذه القضايا، ولازم يكون في تعديل لقانون الطفل. يعني ما بقاش الطفل دلوقتي لحد 18 سنة، ما هو السلوك ده مش سلوك أطفال، لازم يكون يعني يكون في تشريع معين من مجلس النواب في إعادة النظر في قانون الطفل، أو يعني قانون الطفل ده مين المنوط بيه او الاتجاهات دي مش بتاعتي انا بتكلم، فكل ما كل جهة منوطة بقانون الطفل وكل واحد يعني يكون جهة هي المفروض ان احنا نتخاطب ونخاطب معاها خاصة بالطفل، لازم يكون في اعادة نظر في السن، هل السن اللي هو لحد ال 18 ولا ينخفض السن، ويكون في يعني تشريعات معينة تكون رادعة لهؤلاء الأولاد اللي بيكون ليهم سلوك خاص يعني بشكل خاص كبير جدا خاطئ وسلوك غريبة وشاذة. ويمكن عايزين بعد كده إن شاء الله نعمل موضوع وحلقة عن الموضوع ده، يعني بس يعني حابة إن أنا أسلط الضوء على هذه المشكلة، خاصة زي ما بقول لحضراتكم إن بدأ يكون في قضايا وجرائم قتل، يعني جرائم القتل اللي بقينا نشوفها مؤخرا بتيجي من السن ده، البلطجة في موجود في السن ده، التجارة في المخدرات في السن ده، وده يعني سلوك غريب على مجتمعنا لم تظهر من قبل، بدأت في الفترة الأخيرة ولازم نعيد النظر فيها. لازم نرجع نشوف المدرسة، لازم نرجع نشوف الأسرة الأب والأم، لازم نشوف المسجد والكنيسة، لازم نشوف الفن، كل اللي بيتعلموا منه، أدوات السوشيال ميديا والرقابة على السوشيال ميديا، إزاي إن دلوقتي بقى سهل مع أي ولد وأي بنت إن هو يدخل، بقى في تعرف على العالم بشكل كبير جدا، بقينا ندخل في حاجات ما بقتش موجودة في الأول، مين المسؤول عن ده؟ لازم نشوف مين المسؤول، ولازم كل واحد يرجع تاني يحاسب نفسه، كل راعي لأسرة أب أو أم يشوف يعني إزاي يعني هما برضو الأب والأم ممكن يكونوا في سكوت عن تربية الأولاد دي، وبيتحاسبوا إزاي، وإزاي الأولاد ممكن يبقوا موجودين في الشارع بالشكل ده.
مش عايزة أطيل على حضراتكم كتير، ولكن يعني محتاجين إن احنا نعيد النظر في أولادنا، دول اللي المفروض هيحملوا راية الأمل بكرة، ودول اللي المفروض هيشتغلوا بكرة، ودول اللي من خلالهم هنشوف مصر أحلى. لما يكون إن شاء الله مش هيكون ده يعني، بس لو كانت المسألة إن هي تبقى متسابة بالشكل ده، ممكن دي تتفشى وتبقى ممكن لا قدر الله لا قدر الله ممكن تبقى المشكلة أكبر بكتير، ساعتها هيبقى صعب قوي إن احنا نعمل أي حاجة وإن احنا نوقف هذه الظاهرة أو هذه المشكلة. زي ما بيكون في حاجات زي ما قلنا ممكن تكون سلبية كتيرة وبنحاول إن احنا نحلها، في حاجات كتيرة إيجابية. دار الجمهورية للطبع والنشر يعني أطلقت مبادرة، أعتقد إن هي المبادرة الأولى من نوعها، وأنا أفتخر إن أنا بنت هذه الدار. يعني أنا اشتغلت فيها فيما يقرب السبع سنوات، يعني حوالي 7 سنين كنت بشتغل، وأول ما اتخرجت وأنا بشتغل في جريدة الجمهورية، وأتشرف بإن أنا يعني بنت هذه الجريدة اللي اتعلمت منها كتير، وتعلمت على أساتذة عظام وكبار موجودين في هذه الصحيفة العريقة يعني زي ما بنقول دايما، وأنا بحب جدا إن أنا دايما أقول كده. دار الجمهورية أطلقت مبادرة، اسم المبادرة نفسه استوقفني وبصراحة حبيته قوي، هي أياد يحبها الله. هي إيه الإيد اللي يحبها ربنا سبحانه وتعالى؟ الإيد أكيد اللي تعمل، والإيد اللي بتشتغل. وإزاي من خلال المبادرة دي إن أنا أقدر أعمل نقلة نوعية لفئة ممكن تكون شريحة مش صغيرة، إن أنا بدل ما بتكون هي عبء على المجتمع إن هي تكون منتجة، وإن هي تقدر يعني تعول نفسها. إيه هي المبادرة دي وأبعادها إيه؟ هنعرفه دلوقتي من الأستاذة ناهد عبد الحي نائب رئيس جريدة المساء. اهلا بك يا استاذه ناهد، ويعني انا يعني بشكرك على انك صاحبه هذه المبادره. اهلا بيكي، انا اللي بشكرك على انك استضفتيني، وانت زميله عزيزه واختي طبعا. الله يخليك استاذه ناهد، وربنا ان شاء الله يجعلنا عند حسن ظن الناس اللي متفائلين بيها. ربنا يبارك فيكي. ويعني استاذه ناهد طبعا يعني اللي ممكن كتير من الناس يعرفوها، هي يعني كاتبه وصحفيه، وكانت صاحبه باب، اسم باب الباب اللي كنت بتعمليه الصحفي ايه يا استاذه ناهد؟ الدنيا خير. اه، فهو من خلال الباب ده كنت انت بتتعرفي كتير على فئه من الفئات المستحقه للدعم. هل جات لك الفكره من خلال عملك في الباب ده اللي طبعا لسنوات طويله قوي ربنا يبارك فيكي، ولا يعني جات الفكره ازاي؟ طبعا من خلال الباب ده، في ناس بحس ان هي قادره تشتغل ورغم كده بتمد ايديها وبتطلب مساعده. ففي الوقت في من البدايه كنا بنعمل لهم مشروعات صغيره من افكارهم، هم اللي بيحددوا المشروع. كويس. بس اللي كان بينجح فيها اللي كان بيكون بيرجع لحرفه معينه. يعني اللي يكون نجار مثلا، خياط، بقيه المشاريع ما كانتش بتستمر. فمن هنا جات لي الفكره دي ان احنا اللي نتبنى تنفيذ الحرف دي، نعلمهم الحرف ومن خلالها ننطلق للمشروع. هي فكرة رائعة بحييكي عليها، لأن هو إحنا يعني محتاجين المجتمع المنتج، ومحتاجين إن دايما تكون في عندنا البؤر المنتجة اللي هي بدل ما هي مستحقة، وبدل ما هي يعني المجتمع المفروض إن هو يعولها، فهي تكون مساهمة في المجتمع فعلا. طيب الفكرة بدأت وبدأت تنفيذها، هل مثلا الناس اللي هم بدأوا دلوقتي أنت مفروض إن أنت بتخليهم يشتغلوا، يعني احكي لي كده، بيتم تدريبهم ولا لا؟ بيتم تسويق اللي هم اتدربوا عليه ولا؟ او ايه الحاجات اللي هم المفروض بيتدربوا عليها؟ هو من البدايه الفكره لما عرضتها على رئيس التحرير ورئيس مجلس الاداره عجبتهم بصراحه، ووفروا لنا مكان للتدريب في مركز التدريب في الجمهوريه. كويس. ابتدينا تعاقدنا مع مدربات تطوعوا بنفس اجرهم. كويس. وابتدينا نعمل ورش بقى في مجالات مختلفه زي الجلود، الخياطه، التطريز بانواعه، والخياميه، والخرز، والاكسسوار، والكروشيه، حاجات كتيره جدا، والشنط بانواعها برضو. فابتدينا ندربهم. الورشه تبقى مثلا من 5 لـ10 افراد علشان يقدروا يستوعبوا كويس. وعملنا حافز ليهم ان اللي ينجح بتفوق يديله راس مال مشروع وادوات. كويس قوي. فاللي بيحددوا بقى المدربه دي المنتجات بتاعتهم اللي ظاهره على الشاشه لو انت شايفه الشاشه. كويس. ده أول معرض إحنا عملناه بعد إطلاق المبادرة بشهرين. فعملناه كعملية تجريبية كده نشوف الدنيا هيبقى فيها إيه. وما شاء الله يعني الناس أقبلت عليه جدا، والمتدربات والمدربات فرحوا بيه جدا. كان حوالي 15 عارضة بين المدربات، والمتدربات بقى شافوا انتاجهم اول مره في يعني ده كان معرض زي ما نقول كده مثلا لو جاز التعبير معرض تجريبي. ايوه،
ورغم كده ما شاء الله حقق نجاح كبير، كل اللي خرجوا منه خرجوا مبسوطين. كويس قوي. يا مرض ده يعني كانه واخدين الاتجاه ان احنا نبتدي نسوق من خلال المعارض. ايوه تمام. وعملناه في دار الجمهوريه برضو، في المبنى، في دار الاجتماعات الكبرى، وكان التنظيم كان كويس جدا وكل اشاد بيه الحمد لله. كويس. هل بقى مثلا يعني بما انكم بتعملوا المعرض في دار الجمهوريه بيتم الاعلان عنه يعني عشان يبقى فيه تسويق ويبقى فيه اقبال عليه؟ عملت هي المدة كانت قليلة، فعملنا إعلانات بس يعني ما كانتش كافية. فبنبتدي بقى نجهز للمعرض اللي جاي إن شاء الله، هيكون في أول 12. هيكون الإعداد ليه أكتر تنظيم بإذن الله. كويس قوي. يعني بداية النواة لما بدأتوا تعملوا المعرض التجريبي لما نجحت، فأنتوا إن شاء الله المرة الجاية تعملوا معرض بشكل موسع يعني. أه بإذن الله، وأحلامنا بقى يكون لينا معرض دائم بإذن الله علشان المنتجات دي تلاقي لها تسويق. عشان حلوه قوي فكره المعرض الدائم ده. مشكله كل اللي عاملين في الهاند ميد اللي هو التسويق المنتج بتاعهم. فدي ان شاء الله ربنا ييسر لنا وتكون خطوه على الطريق باذن الله. استاذه نهى، ده يبقى المعرض الدائم برضو موجود في دار الجمهوريه؟ لا انا عايزه بقى في كل، ان شاء الله ربنا يسهل ونتوسع، يبقى في كل محافظه معرض دائم. يعني اللي هم المتدربين او اللي هم دلوقتي اتدربوا هم من محافظات مختلفه؟ لا احنا ابتدينا في القاهرة ودلوقتي في فرع هنبتديه في الاسكندرية خلال الأيام. اللي هو بس هندرب فيه على المنتجات اليدوية الأقل اهتمام. يعني لكن بقية المحافظات بقى واحدة واحدة كده هننطلق ليها، وإن شاء الله حلمنا إن يكون في كل محافظة مكان معرض دائم. طب ليه ما يكونش في البداية في معرض دائم في جريدة الجمهورية مثلا لحد ما يتعرف في القاهرة، وبعد كده يبتدي يعني يتطور بقى يبقى موجود في المحافظات المختلفة؟ هو ممكن يعني كل الحلول مطروحة، يكمل المبادرة في الأول، فكل الاقتراحات مطروحة. كويس. واحنا ان شاء الله طبعا هنكون موجودين معاكي باذن الله لما يكون في افتتاح المعرض الجاي. بس كنت عايز اسالك عدد يعني الناس اللي هي مقدمه على الـ على الـ على خطوه التدريب وان يكون في عندهم مشروع، في اقبال شفتيه قد ايه؟ في اقبال شديد جدا. يعني معظم الناس اللي انا عرضت عليهم الفكره قالوا لي انت كده هتحسسينا بالحياه، احنا كنا حاسين ان احنا ميتين. والله حلوه جدا، والله بحييكم جدا وبتشرف ان انا فعلا بنتمي لهذه المؤسسه. ده شرف لينا والله. وعددهم في الاول قد ايه مثلا؟ يعني اللي اتخرجوا لحد دلوقتي حوالي 50 مثلا حاجه. حلو. كويس كويس. يعني 50 اسره. يعني 50 اسره. والجميل بقى ان في كتير منهم قالوا احنا اللي بنتعلمه بنروح نعلمه لاولادنا عشان يساعدونا في البيت. فبتدي روح الجماعه برده ويحسسوهم بقيمه القرش برده. وفكرة الأسر المنتجة اللي قامت عليها كل النمور الآسيوية وكل الدول المتقدمة بدأت بكده. تمام. هل كل المقدمين للسيدات ولا الرجال ولا سيدات ورجال؟ احنا فتحناه لكل السيدات وللرجال، بس كل اللي جم سيدات. الست المصرية جدعة وبتحب تشتغل. ومنهم بيساعدوا، ممكن ما يكونش ليها عائل وممكن هي بتساعد زوجها كمان. ايوه طبعا، يعني دي معروفه عن الست المصريه. ويمكن برضو لما الفكره تنتشر اكتر ان شاء الله هتلاقي في برضو رجاله جايين يتدربوا على حرف معينه. زي ما انت حضرتك قلتي النجاره او الكهرباء او السباكه، هتبقى كويسه قوي. ان شاء الله احنا هندخل بقى كل شويه ندخل الحرفه اللي نلاقيها بتدر دخل كويس ان شاء الله، هتبقى كبيره جدا كويس. يعني يعني تتوسع في كل الحرف اللي موجوده. احنا عايزين ناس تشتغل وعايزين ناس تبقى عندها حرفه، لان الحرفه دي هي يعني هو الذهب اللي ممكن يكون في ايد اي بني ادم. فعلا. فاملنا بقى ان نلاقي تمويل كويس للمبادره، بحيث ان احنا الحالات اللي تخرج من المبادره وتحقق نجاح نقدر نعمل لهم مشروعات. كويس جدا. فده هيبقى صدقه جاريه ليهم حلوه جدا. يعني اتمنى فعلا ان احنا يعني نكون بنضم صوتنا لصوتك استاذه ناهد ونكون مع المبادره دي، ويكون في فعلا ناس مدعمين، وهي اللي لان هو ده اللي هتقوم عليه، يعني هيقوم عليه مجتمع صحي، مجتمع منتج. وفي نفس الوقت هي دي الصدقه الجاريه يعني. صح. سواء قروض حسنه او مساعدات لا ترد. ايوه. الاثنين طبعا مفيدين. ربنا يبارك فيكي ويبارك في كل القائمين، وتحيه وشكر لكل مؤسسه دار الجمهوريه وجريده النساء طبعا. ربنا يبارك فيكي يا استاذه برضو نهاد، ان شاء الله يعني ربنا هيجرك عنها، وكل بقى اسره هتتعلم ان شاء الله ربنا هيكون يجرك ويجعله في ميزان حسناتك.
بإذن الله، ربنا يكرمك، ألف ألف شكر. شكرا جدا، بشكر الأستاذة ناهد عبد الحي نائب رئيس جريدة المسا، ويعني مبادرة بحييها عليها، ويا رب تكتر مبادرات من دي كتير، وهي دي الحرف اليدوية اللي احنا دايما بندعمها وبنقول كتير من الدول الكبيرة قامت على هذه الحرف، وخاصة إن يكون في أسر منتجة بتنتج وتعول نفسها. ربنا يبارك يا رب في كل اللي بيعمل خير وكل اللي بينفع العباد. احنا أيام قليلة إن شاء الله ونحتفل بمولد سيدنا النبي، مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، خير من أنجبت البشرية، معلم التنمية للبشرية. بما أننا بنتكلم عن التنمية دايما في برنامجنا وبنقول مصر أحلى، ونقول مصر أحلى بالتنمية، فالقائد في التنمية هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الحبيب المصطفى، أول من قاد البشرية لهذه التنمية، وهو معلمنا وقدوتنا. دايما بتخيل لو، ممكن قلتها لحضراتكم قبل كده، لو الواحد فعلا حس كده او حلم ان سيدنا النبي بينا، هيكون حالنا ازاي؟ وهتكون تعاملنا وان احنا بنقوله على كل مثلا قضايانا تتعالج ازاي، وان احنا زي ما قلنا في المشاكل اللي احنا المشكله اللي عرضناها في اول الحلقه، وازاي نطرح عليه القضايا اللي بدات تطرح نفسها على المجتمع في الاونه الاخيره، وازاي يكون في عندنا تنميه، وهل يعني هل الاسلام هو دين التنميه، ولا في اختلاف ممكن الناس تقول هو الدين، طالما بنتكلم عن الدين فهو الدروشه. هنعرف كتير عن ده، وازاي ممكن ان احنا يعني نتعلم من سيدنا النبي في هذه القضايا الموجوده في المجتمع، وازاي نتعلم ان احنا حين الابتلاء وحين يعني عدم الصبر على الابتلاء، وازاي نعمل يعني نتعامل في كل القضايا الموجوده في المجتمع. هنعرفه دلوقتي من ضيف اللي بيشرفني في الاستوديو، دكتور ياسر امين، احد علماء الازهر الشريف، وايضا هنستقبل كل مداخلات حضراتكم فيما يخص الاسئله الفقهيه. وزي ما قلنا لازم الانسان الذي يقود التنميه يكون عنده صحيح العقيده وصحيح الدين، وهو ده صحيح العقل وصحيح التنميه. تعالوا نطلع فاصل نستقبل ضيفنا. ماذا لو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيننا؟ لو احنا دلوقتي بنتخيل ان الحبيب المصطفى موجود، هيكون يعني بنتعلم منه ايه، او يكون مثلا يعني ايه رأيه، او مفروض نعمل ايه في القضايا الموجودة الحالية؟ ترويع الآمنين، لا بنقول عليها قضايا البلطجة، ما هو اكيد يعني كل مناحي الحياة موجود في سيرته العطرة وموجود في سنته، يعني زي ما بيخبرنا دايما ترويع الأمنين، قضايا التعليم، قضايا التنمية، التعامل مع الاقتصاد، إزاي إن احنا ننمي دولة، الدين هل هو يعني دين التواكل والتوكل، في فرق طبعا بين التواكل والتوكل، ولا احنا دين عقل ودين حياة؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من استاذنا الدكتور ياسر امين، احد علماء الازهر الشريف. برحب بحضرتك واهلا بيك معنا في الاستوديو. اهلا بيك يا استاذ وفاء، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يمكن السؤال كبير قوي. أيوة. يعني التنميه والتعليم والبلطجه كبير قوي. لكن لو حبيت اختصر ويبقى ده بدايه الكلام، ممكن نقول هو الدين جزء منه عبادات. ودي مهمه طبعا، نصلي ونصوم ونحج وهكذا. وجزء منه معاملات. والمعاملات بتبقى أصعب شوية طبعا، بس هي أسهل من المرحلة الثالثة اللي هي ممكن نسميها المعاشرات. أنا ممكن مع اللي معرفهمش أتعامل معهم بشياكة قوي، صح، بس أتعامل معهم مرة مرتين عشرة، بس الأصعب منها إن أنا اللي أتعامل معهم كتير. المعاشرات أهلي، زوجتي وأولادي، أمي وأبويا وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مثال للثلاثة دول. هو الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا خلقه إنسان، ما خلقوش ملك، وزيه زي أي إنسان، كان عنده أهل فتعامل معاهم تعامل السليم في المعاشرات، وما كانش قاعد ما بيشتغلش، فكان عنده معاملات كتيرة جدا، باع واشترى وأجر وعمل كل حاجة. فتعامل إزاي في الموضوع ده؟ كان جد، كان أب، كان زوج، وكان بيلبس، فضربوا لنا مثال إنه كان أشيك واحد، وكان بيتكلم، فضربوا لنا مثال انه كان احسن واحد بيتكلم، كان افصح العربي لسانا،
كان قائد دولة، فضربوا لنا مثال انه احسن حد عمل تنمية. اللي المسلمين عملوه في 13 سنة في مكة زائد 10 سنين في المدينة تاريخيا بدون ادنى تحيز لهذا الدين ما حصلش في حضارات كتيرة في 300 سنة، وما حصلش في حضارات كتيرة في 400 سنة. فكل موضوع من دول يستحق ان هو يكون قدوة فيه صلى الله عليه وسلم، قدوة في القيادة، قدوة في التنمية، قدوة في التعليم، قدوة في انه يحارب الاخطاء اللي في المجتمع. يمكن في حدود معلوماتي المتواضعة بعض الناس تظن ان مجتمع المدينة كانت المدينة الفاضلة اللي ما فيهاش اخطاء. مش حقيقي. اما التنفيذ حدود الزنا اتعمل ازاي، تنفيذ حدود السرقة اتعمل ازاي، حل المشاكل لما اتنين اتخانقوا حلها ازاي، لما اتنين ضربوا بعض حلها ازاي، علشان يبقى عندنا نموذج عملي. ما نبقاش نتكلم بس في مدينة فاضلة، لا، احنا في الدنيا والدنيا فيها مشاكل ولازم نحل المشاكل دي. نموذج حل المشاكل ده كان عندنا في الدين وتمثل في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى كانت حكمته في ان يكون الحبيب المصطفى انسان، يعني علشان ما نقولش ان في ممكن صعوبة في تحقيق ده او ان احنا نقدر ننفذ ده، فكان في زي ما حضرتك قلت يعني جرائم القتل موجودة منذ الخليقة وحتى الآن، ولكن ممكن مع ظروف كتيرة اتغيرت، ويعني كأن في عوامل تعرية للأخلاقيات والسلوكيات وما شابه، بقت في جرائم شاذة ويعني ممكن نقول وغريبة ممكن تكون على المجتمعات المصرية والعربية كان موجود ده. بس لو انا زي ما انا بقول لحضرتك، يعني بما اننا بنحتفل بمولد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، يعني بنقول يعني مولد الحبيب يعني قرب على ايام، يعني لو مثلا هذه القضايا تحل ازاي؟ ما هو برضو موضوع ان يبقى في نوع من اي قضيه بنتعرض ليها الان اكيد ليها مرجع لينا في ديننا. ازاي انا اتعلم ده؟ وازاي يكون في مرجعيه للتعليم ويكون في يعني يكون في كل ده؟ ربنا سبحانه وتعالى اكيد امرنا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ازاي ممكن يكون، حتى ولو هنتكلم عن موضوع ترويع الامنين. خلينا ناخد الجزئيه دي. احنا عندنا في الدين حلول للمشاكل دي. شكل الحلول بيتغير من زمان لزمان. لكن عندنا ربنا ذاكر في القران الكريم حد واضح جدا اسمه حد الحرابه. حد الحرابه دوت اللي هو السرقه بالاكراه او البلطجه، القتل مع السرقه، السرقه مع الاصابات، ومذكوره في ايه واضحه في القران الكريم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يصلبوا او يقتلوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. ففي جزئين من الموضوع باسلوب العصر، وفي قانون. القانون ده في كل دوله من الدول حاطط عقوبه للقتل، حاطط عقوبه للسرقه، حاطط عقوبه للبلطجه. العقوبه ديت مذكوره اجمالا كده في الايه اللي احنا قلناها دلوقتي. لو البلطجه دي وصلت لدرجه القتل ففي عقوبه عندنا في الاسلام اسمها القصاص، وموجوده في القانون المصري الاعدام. لازم القاضي هو اللي يحكم بده مش الافراد العاديين. صحيح. طب لو العقوبه دي او الجريمه دي كانت تحت القتل بشويه، بالبلدي خالص كده خزق له عين، فتح له دماغه، عندنا في الفقه الحاجات دي، عندنا في الفقه حاجه مثلا اسمها الموضحه. لو واحد فتح لحد دماغه حسب الغرز اللي هنا بيبقى فيه عقوبه، العقوبه دي بتكون يا حبس يا بتكون غرابه ماليه، اللي هي في القانون دلوقتي عندنا اسمها التعزير. هل الحل دايما في وضع العقوبة؟ لا، بس ده جزء من الحل. الجزء الثاني الأهم ان احنا نعالج المشكلة دي اجتماعية زي مشكلة. صحيح. نعالجها اجتماعيا. ازاي الدين بتاعنا عالجها اجتماعيا؟ من الاول خالص قال لنا واحنا بنربي ولادنا نصاحبه. واحنا بالبلدي كده بنقول ان كبر ابنك خوي. ده معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ربي ابنك 7 سنين وبعدين أدبه 7 سنين وبعدين صاحبه 7 سنين وبعدين اترك له الحبل على الغير. خلاص ضمنت له بقى. خلاص يعني بقى. خلاص. بس في مرحلة من المراحل من 7 ل 14 كده ابتدي مع الابن ده يبقى في نوع من التربية، وبعدين في المقدمة كنت بتقولي أندر إيج، يبقى في مرحلة اللي يعني الكريتيكال قوي دي تحت 18 سنة وقبليها وبعديها شوية صاحبه. صحيح.
لو الام هتصاحب ابنها والاب هيصاحب ابنه، لو صاحبه بجد حل من اتنين، هما مش قد بعض، يا الابن يكبر للاب يا الاب يصغر له. ايوه التربيه اللي في الاسلام بتقول ايه؟ الاب يصغر له، يصغر له، يا ريت يهتم بشويه اهتمامات من اهتماماته ويبقى ده من الدين، اللي هي مدارس علم النفس دلوقتي بتقول كده، كلها بتقول كده حضرتك. دراسات حديثه كتير جدا 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 بتقول بعد سن معين او في سن الصغير بيقولوا فيه ثواب بس، وده موجود في الدين صحيح. وبعد سن معين فيه ثواب وعقاب، وبعد سن معين فيه التعليم بالقدوه. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل لنا كل الحاجات دي وموجوده في الدين، مش كلام انش. بس مش كل الدين عقوبات قانونيه، في جزء كمان ان انا اعمل الوقايه خير من العلاج. لما يكون سيدنا الحسن والحسين طفلين صغيرين كده ويمدوا ايديهم ياخدوا تمره من تمر الصدقه، هو طفل مش واعي وما يعرفش حكم فقهي ان هو من آل البيت، وآل البيت ما ينفعش شكله صدقه. فالنبي عليه الصلاه والسلام زي ما احنا بنعلم اولادنا يقول له في الحديث كده كخ كخ. طب ما كخ دي كلمه بتتقال للاطفال، بس الجمله اللي بعديها كبيره قوي، اما علمت ان آل محمد لا ياكلون الصدقه؟ الطفل هيفهم الكلام ده؟ كل الدراسات الحديثة بتقول بيفهم، بيفهم والله طبعاً. بيفهم طبعا طبعا، قول له الكلام ده وبعد شويه بيفهم احسن مني طبعا. فالجزء الاجتماعي هو جزء من الدين، وجزء العقوبات هو جزء كمان من الدين. جزء من الدين ساعات يبقى الاصغر سنا ده زوجتي. النبي عليه الصلاه والسلام ادانا نموذج عمل. لما هو في ست ما بتحبش الفرح والانبساط، فلما السيدة عائشة عايزة تتفرج على اللي بيرقصوا اللي هو رقص الحبشة، مش لازم دلوقتي يبقى رقص الحبشة، أيوة يبقى ناس في أي مهرجان وسيلة ليها فرح. أيوة فرح وستات قاعدة مع بعضها بترقص مثلا يعني، خلاص دي حاجة بتحبها الست. طيب خدي وقتك في الموضوع ده. طب لو ما خدتش وقتها في الموضوع دوت يحصل كبت وضغط وكبت وضغط، ينفجر بأي سلوك خاطئ. نعم بنته السيدة فاطمة عندها مشاعر واحاساس اي انثى في الدنيا. لما جه سيدنا علي عايز يتجوز عليها، مش حرام، بس قال له يعني بنتي فاطمه بالذات بلاش الموضوع ده. حديث طويل يمكن ناس كتير عارفاه، بس خلاصه الكلام قال له بلاش، ما ينفعش تبقى ضرت فاطمه فلانه الفلانيه، مع ان الايه القرانيه واضحه مثنى وثلاثه ورباع. فعالج المشكله الاجتماعيه الخاصه بدول. اخر حاجه ممكن اقولها ان مفيش عندنا اسطمبه في الدين. نعم. مفيش حديث واحد او آية واحدة هتطبق على كل الناس وتنفع لكل الناس. نعم. ساعات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدي لشخص معين علاج، وشخص تاني علاج تاني، وشخص تالت علاج تالت. لما واحد راح له قال له انا كل مشكلتي، خالد بن الوليد رضي الله عنه بيقول له انا كل مشكلتي ان انا بشوف كوابيس. ممكن واحد يسأل رجل الدين انا مالي انا تروح لدكتور نفسي؟ ماشي، بس النبي عليه الصلاة والسلام علمه دعاء معين وقال له تعالى بعد ثلاثة أيام. جه بعد ثلاثة أيام السيدة عائشة بقى هي اللي بتروي الايه الحديث ده، بتقول أنا عايز أستنى هو يبقى هيحصل ايه بعد ثلاثة أيام لما يقول دعاء. فجي بعد ثلاثة أيام وقال يا رسول الله أذهب اللهم في صدري لم أعد أرى تلك التهاويل اللي بأسلوب العصر الكوابيس. واحد تاني قال له يا رسول الله أذن لي في الزنا، كلنا حافظين أطرده أيه. لأمك لأختك خلاص. واحد تالت قال له أنا مش عارف أحفظ القرآن، فخده في حضنه حضنه. وواحد من الصحابة اسمه عثمان فخبط في صدره كده قال له يا شيطان أخرج من صدر عثمان، قال خلاص خلص الموضوع على كده. مش كل الناس طبعا هتبقى زي بعضها، يبقى أنا كمان لما عامل الجيل اللي أصغر مني بلاش تعملهم بنفس الطريقة اللي عاملها بيك باباك. وإلا عمرنا ما نتقدم، الدنيا اتغيرت، اللي كان صعب جدا زمان ما بقاش صعب خالص دلوقتي. باختصار، واحد في علاجات قانونية موجودة في الإسلام وموجودة في قانوننا المصري، وفي علاجات اجتماعية موجودة في الإسلام وموجودة في مجتمعنا. ثالث حاجة ملحوظة مهمة، العلاجات الاجتماعية دي مش ثابتة، اللي يصلح لفلان ما يصلحش لفلان، متغيرة وفي قياس، يعني في قياس وفي تطور كبير في الدين. نعم، واللي هو يعني اتعلمنا بعد كده ان بقى فيه الفقه، بقى فيه الفقهاء، وبقى فيه ازاي يكون حتى عندنا يعني اربع مذاهب
ويعني قماشة الدين زي ما يقال واسعة جدا، فهي فيها اليسر اللي أخبرنا به سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. علشان كده بيقولوا من الناحية الفقهية عندنا قواعد جميلة جدا قالوها زمان وبيتعلمها المتخصصين، وفي مشكلة عندنا المتخصصين عايزين نطلعها لغير المتخصصين بأسلوب بسيط شوية. يقولوا لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. نعم. يعني إيه؟ يعني لما الزمن يتغير فالفتوى تتغير ما حصلش حاجة. مثلا يعني نعم. الإمام مالك كان من وجهة نظره الوجيهة جدا حرام ولا يصح بيع الطعام مع اشتراط نقله لمسافة أبعد من مسافة القصر. يعني أنا لو جيت أشتري من حضرتك طماطم وقلت لك إني لهالي لإسكندرية، فالإمام مالك بيقول الكلام ده ما ينفعش. طيب الكلام ده بقى ما ينفعش ليه؟ قال أكيد هيبوظ من هنا لإسكندرية. طب ده احنا بنجيب الفراخ من البرازيل دلوقتي. الكلام ده اتغير خالص طبعا. يبقى كان في حاجة واتغيرت. العلم الفقهي بيتطور زي كل العلوم طبعا. احنا سهل جدا دلوقتي نلاقي اسئله عن التجميل، سهل جدا نلاقي اسئله عن ال سي بيتفتح ازاي، وحاجات في السوشيال ميديا كل مكان اللي هو مش موجود بقى من يعني كان موجود في العصور. عندنا طالب في الازهر عامل رساله دكتوراه من 18 سنه اسمها القرصنه الالكترونيه من 18 سنه. سنه 2000 عندنا طالب عمل رساله دكتوراه في الليزنج التاجير التمويلي. كتير جدا، واحد عامل من 22 سنة رسالة دكتوراه الحقوق الشرعية لمقاول الباطن. زي ما كل العلوم بتتطور العلوم الشرعية كمان بتتطور، بتتقال بأسلوب مختلف والثوابت قليلة قوي. طبعا بنرجع للثوابت، ومع تطور المجتمع وتطور الفكري بيكون فيها ما يقال عليه في الدين أو في اللغة القياس. طيب دكتور ياسر، لو احنا بنتكلم عن الأزمات اللي ممكن يمر بيها أي إنسان اللي احنا بنقول عليها الابتلاءات، كيف نصل؟ يعني سيدنا النبي علمنا ان احنا الابتلاء ده مش يعني ازاي نتحمله وازاي نرضى ساعة الابتلاء، وأي منهم اتخيل ان هو يا ترى الابتلاء ده يعني هو غضب من ربنا، هل انا مش على الطريق الصحيح، ربنا زعلان مني بالمعنى ببساطة. يعني بنتكلم يعني انت يا رب زعلان مني ليه، انا دايما مبتلى ليه، الدنيا مقفله في وشي. اي من كان ابتلاء، ابتلاء مرض، ابتلاء في رزقه، اي من كانت هي الابتلاء دي ايه، او ضيق في الحال او مشاكل او ازاي اقرا الابتلاء؟ يعني سيدنا النبي علمنا ايه في هذه القضيه؟ كتير بيجوا يسالوا اسئله تحت عنوان الابتلاء دوت، وممكن واحد يجي يقوم سائلني يقول لي طيب طفل عي وجاله كانسر هو عمل ايه غلط؟ صحيح. طيب واحد بيصلي وبر بابوه وامه وما بيكسبش حاجه حرام وعمل حادثه فايده اتقطعت. يعني عفوا مثلا انا ابني كان بيقول لي، هو كان عيان لسه وجناش يعافيه، فبيقول لي هو انا ليه بقى يعني بعملش حاجه غلط؟ وبعدين راح قال لي هو ليه اصلا كمان ربنا خلق المرض، وليه خلق المرض اصلا. كويس. يبقى اول حاجه نرتب الاجابه كده، ان بالبلدي خالص السؤال محرومش، وانه كل سؤال في الدين ليه اجابه. نعم. علم من علم وجهل من جهل. فمنهار في اللي بيسال من حقه يسال. ومن حقه يسال ليه، سؤال ليه ده سؤال وجيه جدا في الشريعه الاسلاميه اللي احنا بنعلمه للطلاب في الازهر، نقول علل الاحكام. نعم. ليه ده حرام وليه ده حلال، عشان لما يفهم يعني تستقر نفسه جدا، بقاش حاسس والعياذ بالله ان في ظلم، وحاشا لله ان يكون الله استحال. يبقى اول حاجه السؤال صح، ان احنا نسال ليه. ده في الدين ما فيهوش اي حاجه تزعل. النقطه الثانيه بقى تو ذا بوينت لموضوع الابتلاء نفسه، هو مين قال ان الابتلاء حاجه وحشه؟ ممكن يكون الابتلاء زي ما معناه في اللغه الاختبار. نعم. ما انا ممكن اكون طالب وبيجي لي في الامتحان سؤال صعب. ما بقولش للدكتور بتاع الماده او المدرس بتاع الماده ليه السؤال صعب. ده اختبار. علشان هتعرف تعدي ولا مش هتعرف تعدي، مستواك ايه في الماده دي. فدوت الاختبار. نعم. النقطه الاخيره بقى، هل لما الاستاذ في الفصل او الدوله في امتحان الثانويه العامه او الدكتور في الجامعة
بيحط اختبار يعني ابتلاء سؤال صعب يبقى بيكره الطلبه؟ لا طبعا. ولا بس بيعمل لهم ايفالويشن بيقيمهم؟ طب بيقيمهم هيستفيدوا ايه من التقييم؟ ببساطه شديده في طالب هيجيب امتياز ويمكن تتعين معيد مثلا، في طالب هيجيب مجموع كبير يخش كليه الطب مثلا، وفي طالب هيجيب مجموع صغير يخش كليه اقل، وفي طالب هيسقط فيضطر يعيد السنه، فيعرف مستواه. ولله المثل الاعلى. لما يدينا هذا الاختبار في صوره حاجه حلوه او حاجه وحشه، مش كل الامتحان صعب. صحيح. الامتحان فيه اسئله سهله واسئله صعبه، ممكن الاختبار يكون زياده في المال. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه اختبره فاكرمه ونعمه، ومره ثانيه ابتلاه فقدر عليه رزقه. فالاسئله اللي في الدنيا دي اللي هي الامتحان بتاع الدنيا فيها اسئله صعبه واسئله سهله. ايه الغرض يا رب؟ ليه بتختبرنا يا رب؟ عشان اشوف مستواك، عشان بعد كده انت تستحق تخش الجنه في انهي مرتبه؟ هل هتخش الجنه جنب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ يا رب. طب في درجه اقل، طب في درجه اقل، طب في درجه اقل. طب انت سقطت كتير قوي، ممكن تخش في مرحله من المراحل النار والعياذ بالله، نسال الله العافيه، وبعدين تدخل الجنه. ايفالويشن الدنيا على بعضها كده كنا جينا فيها ما هو الا اختبار. هتعمل تنميه في الدنيا، هتعمر في الدنيا، ولا هتخرب وتبلطج؟ اختبار. وربنا يا رب يعني نكون دايما من الناجين من اي اختبار. ويا رب انت معروف ان في كل ابتلاء رحمه. ربنا يعني أكيد. ربنا يا رب يعزنا ويكون من عبيد الاحسان يا رب. بس اول مداخله معانا، معايا اميره من الجيزه. الو الو الو. ايوه اتفضلي. الو ازي حضرتك يا استاذه وفاء؟ اهلا بيكي اتفضلي. منوره الشاشه يا رب دايما. اهلا بيكي اتفضلي يا اميره. بقول لحضرتك كنت بس حابه اسال الشيخ سؤال. استفسار فيما يخص البنوك. البنوك؟ القرض. طيب وقفي بس في حته، وقفي في حته فيها سيجنال شويه. اوكي. ايوه حضرتك سامعاني كده؟ ايوه اتفضلي. كنت حابه اسال حضرتك بس عن ضيف حضرتك عن البنوك فيما يخص القرض، القرض الشخصي. القرض الشخصي ايوه. هو حلال ولا حرام؟ ولو طيب. ولو حد فكر ان هو يعني ياخد قرض وهو ما يعرفش قصه ان هو حرام مثلا او حاجه زي كده، لان انا سمعت ان القروض حرام. لو هو فعلا حرام وحد عمل حاجه زي كده وهو ما يعرفش، يعني يكون ايه بقى يعني حكمه في الدين؟ طب القرض ده علشان حاجه معينه برضه عشان فضلت الدكتور يعرف؟ هو قرض يعني كنت فاتحه مشروع يعني وكده، فكنت رجعنا لكم تاني. ولسه مشرفني بالاستوديو الدكتور ياسر امين احد علماء الازهر الشريف، وكنا بنتكلم قبل الفاصل في عمليه القرض، ويمكن كملنا في الفاصل انا والدكتور بنتكلم في تفاصيل القروض وازاي ممكن يكون قرض لمشروع، وفي الدوله بتطلع قروض لتمويل مشروعات، وفي قروض بتطلع من البنوك، والمساله يمكن زي ما هو هيشرح لنا دلوقتي ممكن تكون شائكه شويه. وفي ايضا كمان مفروض ناس كتيره بتاخد قروض لشراء سيارات، او مثلا قروض لشراء مسكن شقه. الموضوع طبعا كبير، بس بعجاله يا دكتور يعني لو احنا عشان نجاوب على بقيه الاسئله وناخد بقيه مداخلاتنا، لو قلناها بالشكل المبسط يعني ما هو في ناس كتيره يعني تقريبا مصر كلها بتشتري عربيات بالتقسيط والشقق وما شابه، وايضا زي السائله ما سالت على موضوع القرض ممكن يكون هي واخداه علشان هو ده مصدر رزقها الوحيد، يعني هي عايز تعمل حاجه عشان زي ما بيتقال كده ده مصدر رزق ليها، ما عندهاش غيره وما عندهاش امكانيه، او واحد او واحده يعني ما عندوش امكانيه ان هو يفتح من معوش فلوس، واضطر ان هو ياخد قرض علشان يعمل حاجه، يشتغل محل او ما شابه يعني. لو باختصار شديد، لو القرض ده اللي هو قرض بفايده اللي ممكن نقول عليه فايده ربويه، هصعبها خالص اهو. لو القرض ده لشراء مسكن، المسكن حاجه من الحاجات الاساسيه الخمسه للإنسان. تمام. أي إنسان على وجه الأرض بصرف النظر عن دينه وعن بلده محتاج المسكن والمأكل والمشرب والمنكح والمركب، محتاج الحاجات دي. وإحنا عندنا فتوى واضحة جدا من زمان من مجمع البحوث الإسلامية، إذا كان القرض ده لشراء سكن هسكن فيه حلال. تمام.
حتى لو كان القرض ده ربوي. اشمعنى المسكن مش العربية؟ عشان ده من الحاجات الأساسية للإنسان ضروري. الإنسان هيقعد في الشارع؟ مش ممكن طبعا. طب لو كان قرض شراء سيارة؟ شراء السيارة بيتم في مصر بطريقتين. طريقة منهم بتمثل حوالي 99% من وسائل قروض السيارات، وطريقة 1% أو خليها 5%. طريقة 99% دي حلال. نعم. إزاي؟ أنا بروح لمعرض سيارات بكام السيارة ديت؟ يقول لي السيارة دي مثلا ب 200,000 جنيه. نعم. بدفع 30,000 وال 170 بقسطهم على 5 سنين يبقوا 300. نعم. وباخد العربية من المعرض وبيطلع في الرخصة حفظ ملكية لصالح بنك اكس واي زد. ايه اللي حصل فقهيا؟ اللي حصل فقهيا ان البنك اشترى السيارة دي من المعرض كاش. ايوه. ودفع له ال 200,000 وانتهت علاقتي انا بالمعرض تماما. وبسدد البنك. وانا رحت اشتريها من البنك بالتقسيط. عندنا حاجة شديدة الوضوح في الفقه الاسلامي. زيادة الثمن في ثمن السلعة اللي هي السيارة دي نتيجة التقسيط، نتيجة الزمن، حلال، لا غبار عليه. الطريقة التانية ان انا رحت خدت من البنك 200,000 جنيه في ايدي، خلاص رحت انا اشتريت بيهم السيارة ورجعتهم للبنك 300. دي بقى اللي فيها مشكلة كبيرة ربوية. أيوة. امتى هتبقى حلال؟ لو انا ما اشتريتش السيارة دي هتحصل لي مصيبة. نعم. انا ده اكل عيشي الوحيد وبشتغل عليها مثلا تاكسي ولا اوبر ولا كريم. هتبقى في حالة الضرورة. انما غير كده لا، المعاملة دي حرام. لكن معظم معاملات شراء السيارات في مصر بتكيف فقهيا بالطريقة دي. البنك اشترى كاش من المعرض وانا اشتريت قسط من البنك. الكاش عمره ما كان بسعر القسط، فبدفع الزيادة دي. اسمها فايدة بس احنا في الفقه مش بتضحك علينا بالالفاظ. تمام. احنا عندنا قاعدة بتقول العبرة في العقود بالمعاني. نعم. مش بالالفاظ. صحيح. كويس. السؤال الثالث، القروض اللي بياخدوها أصحاب المشروعات الصغيرة من الدولة. أيوة، اللي هي تمويل مشروعات. تمويل مشروعات أو صغيرة. بالظبط. أو الفرق برضو بالمرة، يبقى عشان حضرتك تجاوب مرة واحدة، يبقى الفرق بين تمويل المشروعات اللي بنتاخد من بنوك الدولة أو من هيئات أو صندوق الاجتماعي أو ولا إن أنا أخد قرض وأنا أمول نفسي. برضو الفرق زي ما حضرتك قلت كده ما بين السيارة الشراء دي والشراء ده. تمام. القروض الصغيرة اللي بتديها الدولة من بنك كذا او كذا او كذا او كذا، لو هنتكلم على الفتوى اللي في مصر، كويس، الفايده دي بتبقى بالمقارنه بالفايده اللي حاططها البنك المركزي قليله قوي. ايوه. فدي بيسموها مصاريف الخدمه، مصاريف خدمه الدين. تمام. الناس اللي في البنك ده كله والمكيفات اللي شغاله والموظفين والسيستمز والاوبريشن، كل دي ليها تكاليف. تمام. لما بنشوف النسبه اللي بيحطها البنوك الحكوميه دي او مؤسسة الضمان مش عارف الاجتماعي او مش عارف ايه تبع مجلس الوزراء، بتطلع الصندوق الفلاني، بتطلع نسب صغيرة جدا. فالنسب الصغيرة جدا دي بيعتبروها بعض الفقهاء، وطالما بعض يبقى ربنا وسعها. تمام. كويس. بيعتبروها هي مصاريف خدمة هذا القرض. تمام. يبقى الدولة ادت لفلان ده 30,000 جنيه. ما بقاش مبلغ كبير في هذا الزمان. 30,000 جنيه ما حصلش 2000 دولار. دلوقتي بتصل مليون جنيه كمان. يعني تمويل المشروعات. في الاخر مليون جنيه مشروع صغير. ايوه. ما زال في البيزنس وفي الاقتصاد مشروع صغير. فالشخص اللي بياخد 100,000 مثلا، ده مبلغ بسيط خالص. ايوه. حوالي 6-7,000 دولار، مش رقم كبير يعني. تمام. فلما بيجي يرجعه على 5 سنين بفايده 5-6-7-8%، دي فايده ضئيله جدا. وساعات من بنك ناصر الاجتماعي بتبقى 2-3%. مع العملة بتاعتنا اللي هي مش ثابتة قوي دي مع الزمن، المعاملة دي عشان الراجل او الست دي ياكل عيش وما ينحرفش، المعاملة دي حلال. تمام. اما شركة اكس واي زد اللي هتفتح ائتمان مع بنك كذا ويبقى عندها حساب جاري مدين، هنفتح لك حد ائتماني ب50 مليون لتمويل مشروعاتك الصناعية التجارية العقارية واتيفر، كويس، ده بياخد مبلغ من البنك 50 مليون، ما بياخدهمش مرة واحدة. مليون في 5 في 7 في 10. كويس. بياخد 10 مليون ويرجعهم مثلا زايدين 18%. تمام. كويس. دي فيها شبهة شرعية كبيرة جدا. جدا. رأيي أنا الشخصي ما يعملش كده إلا اتزنق.
في رأي تاني بيقول حلال بس انا مش من انصار الرأي. تمام. يبقى في فرق بين اللي بياخد حاجة للضرورة علشان ياكل عيش، عشان يصرف على بيته، عشان يفتح دكانه ويعيش، الدكانه صغيره او كبيره في الاخر عايز يعيش، واخد قرض صغير، واخد قرض صغير من الدوله. الدوله كمان بيقولوا عليها في الفقه شخصيه اعتباريه. يعني هي الدولة هتخش النار مثلا؟ ما هي الدوله يا دكتور برضو اذا كانت حتى في يعني في يعني الممثله ليها اللي هو الهيئات الاجتماعيه او البنوك، ما هي البنوك برضو ممثله للدوله. البنوك، في بنوك بتاعت الدوله، بنك مصر مثلا، البنك الاهلي. تمام. وفي بنوك تجاريه، سي اي بي، اتش اس بي سي، وات ايفر. كويس. انا بتكلم على بنوك الدوله. بنوك الدوله هي جزء من الدوله برضو. ببساطه شديده، حد اخذ حاجه مثلا علشان يفتح زي ما قلنا كده باب رزق يعني، واذا كان التمويل او القرض ده مش كبير وكده، يبقى في الحاله دي خير ان شاء الله. لو ده في حال ضروره، اذا كان ربنا قال لي اكل الميته والخنزير والخمر في حال الضرورة، فإذا كان ده حال ضرورة حلال، إذا كان لمسكن حلال، إذا كان سيارة وحصلت المعاملة اللي أنا حكيتها إن البنك اشترى كاش من المعرض وأنا اشتريت قسط من البنك، حلال من غير ما تكون ضرورة. إذا كان بقى قرض عادي، أنا هاخد قرض من البنك أو حط وديعة في البنك. دي اللي كان سؤال الأستاذة اللي سألت في الأول. لا، هي سألت إن هي هتاخد قرض علشان تفتح باب رزق برضه، يعني تعمل محل، تعمل حاجة. القرض ده اللي هي هتاخده عشان تعمل المحل ده، بوضوح شديد إذا كان من بنك قال أنا إسلامي، أهلا وسهلا. البنك ده، القرض ده من بنك ما قالش أنا إسلامي، هي محتاجاه عشان هي امرأة معيلة. إذا كان فايدة البنك فيها خلاف، طب وفي خلاف في تحريم أكل الميتة؟ لا طبعا، لو كانت محتاجه ده وفي ضروره لكده ما زالت حلال. مفيش احتياج وانا عايز اتوسع، الرايين موجودين هم وبلا ادنى نوع من التشدد، تروح للراي ده ويلاند جود، اهلا وسهلا، تروح للراي ده ويلاند جود. ربنا يبارك فيك يا دكتور. طيب ناخد المداخله دي، احنا لسه ما جبناش على الاثنين التانيين، بس ناخد المداخله دي بسرعه. الو، السلام عليكم. محمد اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه وفاء؟ اهلا بيكي، اتفضلي. ازي حضرتك يا حبيبتي؟ الحمد لله، اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور والنبي يا استاذه وفاء، لا تقفي جنبي، ابوش ايديكي. امور يا حبيبتي. انا دلوقتي جوز عيان بقاله 15 سنه. ايوه. فانا ما عندناش مقابر خالص، فانا دلوقتي جوز عنده معاش بسيط جدا. فانا نفسي اعمل يعني اجيب، يعني انا جبت كارد جوازتي بيه بنتي، وانا عارفه ان ممكن يكون حرام، بس اعمل ايه غصب عني؟ ما املكش اي حاجه خالص خالص والله، ولا اي حاجه، وساكنه وما يعلم بيها الا ربنا. وجوز عنده نزيف في المخ، هو كان عنده 3 جلطات، دلوقتي عنده نزيف في المخ. ربنا يشفيه ويعافيه. فبيقول لي ما ينام ويقول لي والنبي لما اموت ما تدفنيش في مقابر صدقه. ربنا يديله طول العمر. طيب طب يعني عايزاني نكلمك بعد الهواء، قولي طب سؤالك يا ام محمد. تكلميني بعد الهواء ضروري، بس سؤالي ان انا ممكن اعمل كارد اعمل بيه لو عين واحده. بس انا خايفه عليها. ربنا يشفيه ويعافيه ويطيل عمره. ربنا يطول عمرك. انا بشتغل يا استاذه وفاء والله، بعمل اكل للناس وبنقف. طيب. وبعمل خضار للناس. انا عايزه طيب والله انت ست جدعه. طب سيبي تليفونك يا ام محمد، وان شاء الله خير، ربنا يشفي ويعافي. طيب نجاوب الاول على ناخدهم بالترتيب. التكافل في الاسلام. الاستاذ اللي قال كلامه انا مقتنع بيه 100%، انه دور حل المشاكل ما بيبقاش بالكلام بس. صحيح. لازم يبقى في جزء قانوني زي ما قلنا، وهو ركز على الجزء الاجتماعي. الجزء الاجتماعي ممكن الفن يساعد فيه. طبعا طبعا طبعا، يعني طبعا ده هو ده. في حالات كتيره الفن والسوشيال ميديا والمش عارف ايه بيبقى مؤثر اكتر من الشيخ، ده اكبر مؤثر. ساعات لعيب الكوره لما يقول يا جماعه ما تشربوش سجاير، بلاش المخدرات، بيبقى اقوى من الشيخ. ايوه. فيبقى احنا الحل الاجتماعي ما يبقاش ديني. صحيح. يبقى اجتماعي متكامل، الدوله والمجتمع. وانا متفق معاه 1000%. ودي فيها اقاويل كتير ان شاء الله نبقى نقولها تاني كمان، ازاي عوده الدين يعني، وازاي عوده تاثير الدعاء وتاثير يعني القائمين على يعني الخطب، وازاي يكون دي ليها التاثير الاكبر زي ما كنا زمان بنسمع وبنشوف يعني ايام ابائنا وكمان اجدادنا الكتاتيب. فدي نتكلم فيها. تمام. ان شاء الله بعدين. الجزء بتاع التكافل اللي هو قاله برضو الاستاذ اللي هو السؤال اللي تاني واحد، ازاي ممكن يكون بيننا تكافل؟ لو التكافل ده
مادي فقط. في جمعيات كتيرة بتعمل الشغلانة دي دلوقتي في صورة ان الناس تتعاون تتبرع، ومثلا مش عارف مصر الخير تودي لإيه، جمعية إيه تودي إيه، ده نوع من أنواع التكافل. وساعات التكافل بيبقى تحت إدارة الدولة. نعم. تحت إدارة الدولة زي نظام المعاشات مثلا. تمام. كويس، ده نوع من أنواع التكافل. ساعات التكافل مش مادي بس، تراحم، تراحم، تنمية، تعليم. صحيح. دكتور والدكتور بيدي جزء من وقته بيكشف أقل. أنا نفسي المهندسين يعملوا كده. طب ما تدي جزء من علمك تشرف على بنا بيت ناس فقراء. طب ما تدي جزء من علمك أيها المعلم وأنت تدي درس خصوصي بس ببلاش. نوع من أنواع التكافل. فباختصار شديد أنا مؤيد جدا كل اللي قاله. طيب. ليس عندي أي خلاف معاه. الست أم ممدوح ابتلاءها في المرض وهي في السن الكبير. أم ممدوح الابتلاء في المرض، أنا لو مطرحك اطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يشفيني، بس ما ازعلش، ده ربنا بينظفني، ربنا بيخلصني من كل الشوائب. المرض شيء مؤلم ولا يتمنى احد، ونسال الله ليكي ولينا ولكل حبايبنا الشفاء. لكن بقول لها ما تزعليش من ربنا، ده ربنا سبحانه وتعالى بعت لك هديه، بعت لك نوع من انواع التنظيف علشان عايزك في مكانه اعلى من اللي انت فيه. اطلبي من ربنا دايما الشفاء، خدي بالاسباب الطب وكذا وكذا وكذا، لكن ما تزعليش من ربنا، دي حاجه حلوه مش وحشه زي ما انت فاكره. ربنا يشفيها ويعافيها. خلصنا يا ممدوح محمود؟ طيب اشكرك. ماشي، يعني للاسف وقتنا انتهى دكتور، كنا عايزين نكمل ولسه كان في اسئله كتيره، وبعتذر طبعا كالعاده لكل مشاهدينا، وان شاء الله يكون في حلقه ثانيه ان شاء الله مع دكتور ياسر، ويكون في باذن الله وقت متسع اكتر، ربنا يبارك لنا في الوقت، ونستقبل كل مداخلات واسئله حضراتكم. بشكر دكتور ياسر امين احد علماء الازهر الشريف، والقاكم ان شاء الله في الجمعه القادمه على خير، وتصبحوا على الف خير. شكرا.